استمتاع للجماهير على فكره. يعني الاستاد ده المفروض زي المسرح، رايح تتفرج على مسرحيه او داخل سينما تتفرج على فيلم، فالاستاد بالنسبه للجماهير هو عرض داخل تستمتع سواء بالتشجيع، بالمباراه، بالاجواء، بالامور الفنيه. فنتمنى يا رب النهارده يكون استمتاع من كل الجوانب عشان الجماهير دي تخرج فرحانه وسعيده بالتاهل الى المباراه النهائيه في اول نسخه لبطوله الدوري الافريقي. طيب عندي موضوع مهم جدا ونركز في الكلام اللي جاي ده، لان الكلام ده مش هتسمعوه في اي حته. احنا لما بنحب نركز في تفاصيل وفي موضوعات بنجيب اساسها، ودايما لما بنتكلم بنحاول قدر الامكان نوثق المعلومات اللي بنقولها بالتواريخ او بالمستندات عشان نضع لحضراتكم الصوره كامله. تصريحات رولاني مكوينا اللي كانت امبارح في المؤتمر الصحفي لفريق سان داونز، افضل رد عليها طبعا في الملعب، يعني افضل رد على اللي قاله رولاني مكوينا على النادي الاهلي بخصوص التحكيم، الرد العملي هيبقى في الملعب. لكن احنا هنقوم بالدور الاعلامي، ما احنا لازم نقوم بدورنا الاعلامي عشان نعرف الناس او نوضح للناس ايه اللي بيحصل في الكره الافريقيه، ايه اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي. اكيد ناس كتيره ممكن ما تبقاش عندها درايه بالاجواء وبالاحداث. امبارح مدرب صن داونز طلع اتكلم وقال لك الاهلي بيشتكي كتير من التحكيم، وده مثال على جوزيه مورينيو، وقال ان مورينيو دايما ليه استراتيجيه، وهو دايما بيحب يتكلم على الكره الاوروبيه لان هو دايما معتقد ان هو يقدر يشتغل في اوروبا. هو عنده تطلعات غريبه شويه، يعني يقدر يبقى زي بوب جوارديولا، يبقى زي مورينيو، فدايما بتلاقي امثلته دايما على المدربين الكبار اللي موجودين في القاره الاوروبيه. فقال لك اللي بيشتكي من التحكيم ده يبقى بالتاكيد عايز يتكلم على امور ما تخصش فرقته، لان هو اكيد ما اداش الاداء المامول، وقال ان الاهلي دايما بيشتكي كتير والكلام ده كله. طب هل حضرتك ما اشتكيتش قبل كده؟ لا، اشتكيت قبل كده. انا بقول لحضراتكم الرد العملي على تصريحاتها تبقى في الملعب، ده في ايد اللاعبين والجهاز الفني للاهلي، وان شاء الله باذن الله هيرد عليه النهارده رد كبير جدا. لكن احنا لازم نقوم بالدور الاعلامي عشان المعلومات اللي امبارح اتقالت من مدرب صن داونز كانت كلها معلومات مغلوطه، رغم ان هو كان جاي ومحضر تقرير كامل كده بالاخطاء اللي حصلت من الحكم، وكان كل خطا عايز انذار عشان ال11 لعيب في الاهلي ياخدوا طرد كارت احمر ويطردوا ما يكملوش المباراه. يعني حتى هو بيتكلم في التحكيم غلط، مش فاهم في التحكيم. بس النهارده انا هرد عليه واقول له ناديك عمل ايه من سنه ونص لما اشتكى من الحكام اللي بيديروا مباريات صن داونز في دوري ابطال افريقيا. بصوا يا جماعه، الاتحاد الافريقي في فتره من الفترات كان بيشتغل بالزون، بالمناطق الجغرافيه، يعني صن داونز هيلعب مع المريخ، مع الهلال، مع الاهلي، مع الوداد، بيختار حكم من شرق افريقيا، من شمال افريقيا، وكان دايما الصوره بتمشي كده. نادي صن داونز بعد ما ادى مباراتين في القاهره مع المريخ ومع الاهلي تقدم بشكوى رسميه الى الاتحاد الافريقي والى السكرتير العام بيطلب فيها بشكل مباشر عدم اسناد اداره اي مباراه ليه لصن داونز مع فرق شمال افريقيا، الفرق العربيه، على ملاعبها بحكام من نفس المنطقه الجغرافيه. انا واضح طلب صن داونز، وده جانب من المؤتمر والتصريحات الغريبه اللي كان بيقولها امبارح والرد اللي هيتقال عليه دلوقتي وهسرده دلوقتي بالتواريخ. طلب صن داونز من الاتحاد الافريقي ان كل مبارياته مع الفرق العربيه في منطقه شمال افريقيا لا يتم اسناد ليها حكام من نفس المنطقه الجغرافيه. يعني لما لعبوا مع المريخ كان هيثم كراتي التونسي، بعدها باسبوع لما لعبوا مع الاهلي كان رضوان جيد المغربي، راحوا قدموا شكوى قال لك انا بلعب مع المريخ ومع الاهلي، ليه جايب لي حكم تونسي وحكم مغربي؟ انت جايب حكم من نفس المنطقه الجغرافيه للفرق اللي انا بواجهها. ايا كان نتفق نختلف على طبيعه الشكوى، حقه حقه، ولكن لما تشتكي ما تجيش تقول انا ما بشتكيش، كده انت بتكذب، كده انت بتقول معلومات غلط، ما تعملش فيها شاطر وانت قبل كده اشتكيت. بس لما اشتكيت تم الاستجابه لطلباتك. تم الاستجابه لطلباتك، فانت عشان كده مستغرب هو الاهلي بيشتكي ليه من ميعاد المباراه؟ الاهلي بيشتكي ليه من التحكيم؟ لان الاهلي بيشتكي لان للاسف مفيش ظهر جوه الاتحاد الافريقي، لكن حضرتك محمي جوه الاتحاد الافريقي. الطلب اللي بتطلبه بيتم الاستجابه ليه على طول. طلبت ما يجيش حكام عرب في ماتشاتك مع فرق شمال افريقيا، تم الاستجابه على طول. بتلعب مع الفرق في مواعيد ما كانتش مقرره مسبقا، بيتم الاستجابه على طول، فانت ما عندكش مشكله. انت لو عندك مشكله هتطلع تشتكي. زي ما انت بتطلع في الدوري عندك في جنوب افريقيا بتشتكي، لان انت في الدوري في رابطه بتدير، الرابطه دي بتطبق القانون على الكبير قبل الصغير، لكن في الاتحاد الافريقي يا فندم اللي انت عايزه بيتنفذ لك. نلعب الساعه 3 الكاف بيوافق، مش عايز حكام عرب في ماتشات مع الاهلي ومع الترجي مع الوداد الكاف بيوافق. طب تعالوا نقول بقى بالتواريخ، بعد شكوى الوداد، بعد شكوى ماموليدي صن داونز،
ايه اللي حصل ومين الاطقم التحكيميه اللي اشتغلت بعد كده، وهل الشكوى اتوافق عليها ولا اترفضت؟ لان انت اشتكيت رسمي، والكلام ده من مسؤول سابق في الاتحاد الافريقي اداني الاسانيد بالمباريات باسماء الحكام. نستعرض مع بعض جدول يثبت ان رولاني مكوينا مدرب سان داونز في المؤتمر الصحفي كان بيقول اي كلام. يوم 19 فبراير سان داونز لعب مع المريخ في القاهره، المباراه دي ادارها هيثم كيراتي التونسي. بعدها باسبوع وفضل سان داونز مقيم في القاهره وعمل معسكر في القاهره، لعب مع الاهلي وكان المباراه دي في استاد القاهره واللي ادارها رضوان جايد. لعبوا مع المريخ وتعدوا 0-0، ولعبوا مع الاهلي وكسبوا 1-0، ومع ذلك قدموا شكوى. تمام؟ طيب بعد الشكوى دي ايه اللي حصل بقى؟ يوم 12 مارس لما رحنا لعبنا مع سان داونز في بريتوريا، او ساعتها لعبنا انا فاكر ساعتها في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، المباراه ادارها بملكه سيما، المباراه ادارها بملكه سيما. طيب ده 12 مارس 2022. طب بعدها بسنه لما الاهلي لعب سان داونز في استاد السلام يوم 25 فبراير، جابوا برضه بملكه سيما، جابوا بملكه سيما. تمام، ده الحكم الاثيوبي. طب بعدها باسبوعين الاهلي راح لعب سان داونز في جنوب افريقيا، جه الحكم السنغالي عيسى سي، الحكم السنغالي عيسى سي. يعني كده ثلاث مباريات ورا بعض طلب سان داونز اتنفذ بحذافيره. طب بصوا بقى بعيد عن الاهلي، لما الوداد واجه سان داونز يوم 13 مايو 2023 في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره، جابوا حكم من غانا، دانيال لاريا، حكم من غانا. طيب لما رحنا للدوري الافريقي وقالوا بقى نسخه النخبه ونسخه الدوري الافريقي بحكام البروفيشنال، 29 اكتوبر مباراه من كانت من يومين ثلاثه في بريتوريا، جابوا حكم من بنين يدير مباراه سان داونز والاهلي، من بنين، ليس ضمن حكام النخبه ولا حكام البروفيشنال، رغم ان عنده 38 سنه بقى له اكتر من 4-5 سنين بيدير مباريات في الادوار التمهيديه فقط. كل ده ما بيتم الاستجابه لطلباتك يا فندم، انت ما عندكش مشكله. طب 1 نوفمبر النهارده، مباراه النهارده مين اللي هيديرها؟ عيسى سي. عيسى سي. يبقى انت يا فندم كل مبارياتك اللي لعبتها في شمال افريقيا من بعد شكوتك ما جالكش حكم عربي، تم الاستجابه لطلبك، يعني انت اشتكيت وتوافق على طلبك. لكن على ملعبك لو جه حكم عربي ما عندكش مشكله، لكن لما اروح العب الاهلي في استاد القاهره ما يجيليش حكم عربي. لما لعب الوداد في مركب محمد الخامس ما يجيليش حكم عربي. لو راح لعب الترجي ما يجيليش حكم عربي، والايام بينا وهتثبت لكم ده الكلام الفتره الجايه. يعني انت اشتكيت وتم الاستجابه لطلباتك، فلما الاهلي بيشتكي وبيتمش الاستجابه لطلباته فالاهلي بيصر على شكواه، لان الاهلي بيتظلم. لكن حضرتك اللي انت عايزه بيتنفذ لك. ماتش الساعه 7 يتغير يبقى 3، اهلا وسهلا، ظهرك محمي. حكم من شمال افريقيا لا مش عايزه، يجي حكم من غرب، من الشرق، من الجنوب، اهلا وسهلا، اتفضل، يجي لك الحكم اللي انت عايزه. عيسى سي يتكرر مرتين مفيش مشكله، بملكه سي ما يتكرر لحضرتك مرتين ثلاثه مفيش مشكله. والاهلي ما بيعترضش على الجزئيات دي على فكره، الاهلي بيعترض على حالات تحكيميه، لكن انت رحت لصلب الموضوع اللي ليه علاقه بلجنه الحكام بتشتغل ازاي، انت اتدخلت في شغل لجنه الحكام. اتدخلت في صميم عمل الاتحاد الافريقي. ومن وقت الشكوى دي، من وقت الشكوى دي اي اختيار لاي طاقم تحكيم في مباريات دوري ابطال افريقيا لازم تعدي على السكرتير العام، لازم يشوفها قبل ما تعلن رسمي. لازم يشوفها قبل ما تتبعت للانديه وللاتحادات. يبقى الامر في مليون علامه استفهام يا كوتش رولاني. يا كوتش رولاني اللي انت قلته في المؤتمر الصحفي للاسف حق يراد به باطل. الافضل الكل يركز في الملعب، بس انت دائم الشكوى، انت كثير الشكوى. ولما اشتكيت اتنفذ طلبك. ومن ساعتها مفيش حكم من منطقه الزون بتاعت شمال افريقيا بيدير ليك اي مباراه مع الاهلي او مع الهلال او مع المريخ من الحكام العرب. كلهم من حكام يا اما الغرب يا اما الشرق يا اما الجنوب. تنفيذا لطلباتك. زي ما تنفذ طلبك والمباراه اتلعبت الساعه 3 بدلا من الساعه 7 مساء، ورغم ان هم بينفوا ان هم ما طلبوش تغيير ميعاد المباراه، انا باكد طلبوا تغيير ميعاد المباراه، وكانت في اتصالات رسميه لتغيير ميعاد المباراه، والمباراه كان ميعادها الساعه حتى لو 4 بتوقيت جنوب افريقيا، هم تمسكوا ولعبوا المباراه الساعه 3. في الجدول مكتوب المباراه الساعه 7 بتوقيت القاهره اللي هو نفس توقيت جنوب افريقيا، الطلب التغيير الميعاد اتقال له تلعب 4، قال لا هلعب 3. يعني حتى الساعه 4 ما كانش موافق عليه، كان عايز يلعب الساعه 3. اوكي انت بتطلب ده لمصلحه فرقتك، بس ما تجيش تقول انت بتشتكي ليه؟ لان انت بتشتكي وبتعمل اللي انت عايزه وبتاخد اللي انت عايزه. النهارده باذن الله احنا ردينا كدور اعلامي
جبنا معلومات وقلنا خبر مهم جدا، وهنواجه بيه الكوتش رولاني الفتره الجايه، هنواجه بيه ماموليدي سان داونز الفتره الجايه. ولكن النهارده الرد العمل على التصريحات دي لازم تكون في الملعب، وباذن الله الاهلي ربنا يكرمه ويتخطى هذه العقبه ويصل الى نهائي الدوري الإفريقي.